اذا مشاري شوف تي في، تحيه طيبه جميع المتابعين والمتابعات، كنحييكم من لعب البلدي بطبيعه الحال بهذا الاثناء، يعني بعد لحظات غتكون المقابله ديال شباب القرير والاتحاد الاسلامي المجدي في اطار البطوله الاحترافيه انوي القسم الثاني بطبيعه الحال، بتوافد اعداد كبيره من الجماهير العاشقه لفريق الاتحاد الاسلامي المجدي في هذه اللحظات هنا بالملعب البلدي كما كتشوف. نتمنى ان شاء الله تكون فرجه ممتعه، غادي نتبعوا المقابله، نحاول نديكم بث مباشر من الملعب بطبيعه الحال. إذا هذه الأجواء بجنبات الملعب البلدي بمدينة وجدة بطبيعة الحال. أعداد كبيرة من الجماهير. مدينة وجدة بطبيعة الحال هذه المقابلة اللي كتجمع بين الاتحاد الإسلامي الوجدي وفريق شباب بن قرير. في إطار البطولة الاحترافية إنوي القسم الثاني. باش تصور اول مره؟ لا لا، والله انا راك شوف والله انا وبعيد عليها الكاميرا كاع والله الا كرا خارجه بخبر بلا خبر راجلها فراستها you
إذن كما كتشوفوا توافد أعداد كبيرة من جمهور الوجدي العاشق للاتحاد الإسلامي الوجدي بطبيعة الحال هنا بملعب البلدي، كذلك استفار أمني كبير. تحية لرجال الأمن الوطني والقوات المساعدة اللي كيقوموا بواحد المجهودات جبارة لتنظيم هذا الكم الهائل من الجماهير العاشقة للاتحاد الإسلامي الوجدي بطبيعة الحال.